السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم هنتعرف مع بعض على طريقة عمل الهاشتاج على الفيسبوك وتويتر. يلا بينا نروح على الشرح. هنفتح الفيسبوك، هنعمل منشور جديد، هنضغط على علامة الشباك، بعدين هنعمل الهاشتاج وليكن رمضان اندرسكول كريم، نعمل نشر. كده عملنا الهاشتاج على الفيسبوك. نفس الطريقة تقدر تعملها على تويتر. هنروح مع بعض على تويتر. هنا هنعمل تغريدة جديدة برضك. هنا يا شباب هنعمل علامة الشباك اندرسكول رمضان اندرسكول تاني كريم، بعدين نغرد تم ارسال تغريدتك. هنفتح الملف الشخصي ونشوف التغريدة زي ما واضح معاكم يا شباب على الشاشة. اصبحت التغريدة جاهزة. تقدر تعمل نفس الهاشتاج على اي منصة، منصة الفيسبوك، منصة تويتر، منصة اليوتيوب، انستجرام، على اي منصة تقدر تعمل